وفي أول رد فعل عقب خسارة الرجاء من الانتاج الحربي بثنائية النظيفة في الدوري الممتاز، تقدم خالد القماش المدير الفني للفريق المطروحي باستقالته من تدريب الفريق، ويفاضل مجلس إدارة الرجاء بين الرباعي أسامة عرابي وعماد النحاس وطارق مصطفى وربيع ياسين لاختيار أحدهم لخلافة القماش، وتولى المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة. ويتذيل الفريق حاليا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بدون نقاط بعد مرور 4 جولات دون تسجيل أي هدف في شباك المنافسين.